جاءه رجل آخر فقال: تشهد على نفسك بالكفر؟ قال: والله لا أشهد. قال: إذن أقتلك. فقال: اقض ما أنت قاض، وإن الموعد فيما بيننا عند الله عز وجل، وبعد القتل الحساب. فقال له الحجاج: ستكون الحجة يومئذ عليك لا لك. من أسوأ الأشياء اللي الإنسان يتحط فيها اللي هو قول الله عز وجل إيه؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه إيه؟ حسنا. إن الإنسان يبقى عايش كل حياته غلط وهو شايف كده إن هو عايش يعني أصح حياة. فإن الحجاج بيقول للرجل: موعدنا يوم الحساب. فقال الحجاج له: إذن ستكون الحجة عليك لا لك. فقال له: ذلك إن كنت أنت القاضي يومئذ. لو أنت اللي بتقضي يوم القيامة خلاص يبقى هتظلم وهتبطش وهتطلعني أنا إيه؟ أنا الظالم. لكن الله عز وجل هو الذي يحكم بين عباده في هذا اليوم. فقال الحجاج: اقتلوه. فقدم وضربت عنقه. لا، كان فعلا عنده جرأة. من ذلك أيضا أنه كان يسمع الرجل يعني يسخر كثيرا من الحجاج. كان في واحد من الجند الذين كانوا يقاتلون مع عبد الرحمن بن الأشعث، كان ايه دمه خفيف وكل شويه ايه يسخر بالحجاج، يعني ايه بلغتنا احنا ايه يعني يقول نكت على الايه على الحجاج ويسخر منه. فالحجاج كان يسمع ذلك، ايه يسمع عن ذلك الرجل، لان هو كان كثير الايه السخريه منه والاستهزاء. فوجد هذا الرجل من ايه من بين الناس الذين جاء بهم الى الحجاج. طبعا الحجاج من غصب منه، وشوفوا على ايه على الظلم بتاعه وعلى الوضع الشر اللي احنا شايفينه ده، هو هيعمل ايه في هذا الرجل. فقدم اليه الرجل وكان يشتهي ان يظفر به، كان نفسه ايه يمسكه، العمل ايه يستهزأ ويسخر. فلما تمثل امامه الحجاج كان ذكيا، يعني كان عنده فعلا فطنة، بس للأسف كان يستخدمها في الخطأ. لما تمثل الرجل أمامه، هو طبعا الحجاج أي واحد بيقف أمامه بيعمل بيطلب منه إيه؟ تشهد على نفسك بالكفر أو إيه؟ أو تقتل. لو شهدت على نفسك بالكفر هتبايع مرة أخرى ويطلق سراحك، لكن لو لم تشهد على نفسك بالكفر قتلت. فالحجاج مش عاوز يديله فرصة أصلا، يعني مش عاوز يديله فرصة إيه؟ إن هو يشهد على نفسه بالكفر. فقال الحجاج لما وقف هذا الرجل أمامه، قال له الحجاج: إني أرى أمامي رجلا ما أظنه يشهد على نفسه بالكفر. يعني معناه إيه؟ معناه أنه هو يعني إيه مش هيرفض أنه يشهد بالكفر، فإيه فسيقتله، رغم أنه لو عايز يقتله هيقتله يعني، بس هو عاوز يعني إيه يعني بقتله بشكل إيه بشكل رسمي يعني. فقال الرجل: لا تورطني يا أمير المؤمنين، فأنا أكفر أهل الأرض. يعني إيه؟ فأنا أكفر أهل الأرض، والله إني لأكفر من فرعون وهامان. يعني إيه؟ عشان إيه؟ يعني عشان يعني يجدد البيعة ويطلق سراحه. فخلى سبيله وهو يحترق من الحنق عليه والغيظ. كان نفسه إيه؟ كان نفسه يرفض أن ينطق بالكفر على أو يشهد بالكفر على نفسه ليشرب من دمه أو يقتله.